لو سألت أحد المطلعين بالقدر القليل على التاريخ من أين انطلقت شرارة الحرب العالمية الأولى سيقول لك من البلقان، ولو سألت آخر عن شرارة الحرب العالمية الثانية سيجيبك من البلقان، ولو سألت عن شرارة سقوط الاتحاد السوفيتي أو الشرارة التي أحرقت ألمانيا أو الشرارة التي أدت لانهيار ديار العثمانيين لن تختلف الإجابة عن أي من هذه الأسئلة، فهي واحدة، وهي جميعها تعود لذات البقعة الجغرافية من العالم التي أريد لها أن تكون مصدر النار التي تحرق الجميع. إنها البلقان يا عزيزي، بركان من صنع البشر، احذره إذا ثار، فالعالم اختبره مرات وندم، وهو دائم الثوران. من القسطنطينية إلى إسطنبول، بوابة إلى الجحيم والنعيم. تعال نذكر لك تاريخا ونتوقف عنده، لأن العالم توقف عنده كثيرا وطويلا. هو لدى بعض البشر يوم أبيض ويوم أطلت عبره الرؤوس وألقت نظرة على النعيم، ولدى البعض الآخر كان أشبه بنافذة على الجحيم. قوم رأوا فيه فتحا ونصرا مؤيدا من رب السماء، وقوم آخرون رأوا به غضبا من الله ولعنة لن تمحو آثارها السنين. 29 من شهر أيار مايو من العام 1453 ميلادية. تذكروا هذا التاريخ جيدا لتفهموا كل الحكاية وأصل الرواية. يوم سقطت مدينة وولدت مدينة أخرى، يوم أغلقت كنيسة ومسجد فتح أبوابه، يوم أغمض سكان أعينهم على المسيحية واستيقظوا على الإسلام، يوم دخل فيه الشرق بالغرب وتغير مسار التاريخ والجغرافيا للأبد. شاب لم يتجاوز 21 من عمره يدعى محمد الثاني بن مراد العثماني، وبعد حصار لأسابيع وطئت أقدام جنوده درة تاج الإمبراطورية البيزنطية، معلنين سقوطها وفتح عاصمتها التي باتت عاصمة للمسلمين. إنه اليوم الذي فتحت فيه إسطنبول وسقطت القسطنطينية، ومن هنا البداية، حيث لن يكتمل حديث عن البلقان قبل النظر في تاريخها. وتاريخها هذا وإن كان يعود بالجذور إلى العصور ما قبل الحجرية، حيث تقول بعض المصادر أن أقدام الإنسان الأول وطئت أراضي البلقان الحالية قبل أن تخضع هذه الأراضي لحكم ممالك عديدة عبر التاريخ منذ دولة اليونان الأولى وما تلاها من نهضة المقدونيين على يد جدهم الإسكندر الأكبر، مرورا بدولة الرومان وعاصمتها روما، حتى قيام الدولة البيزنطية وصولا لدولة بني عثمان. وهذه اللحظة التي وصل بها العثمانيون إلى بوابة البلقان أي القسطنطينية، وهي ما يمكن الانطلاق منها للحديث عن التاريخ الفعلي لواحدة من أكثر المناطق سخونة وحساسية وإثارة وتشويقا. وقبل أن نبدأ بسرد التاريخ، سنحدثكم قليلا عن الجغرافيا ونصور لكم حدود البلقان كي تعيشوا القصة بتفاصيلها. والبلقان جغرافيا هو أو هي شبه جزيرة تقع في جنوب شرق القارة الأوروبية الحالية، وتحيط بها ستة بحار، هي البحر الأيوني والبحر الأدرياتيكي من الجنوب الغربي، ومن الجنوب بالبحر المتوسط، ومن الجنوب الشرقي بحر إيجا وبحر مرمرة، كما تحاط من الشرق بالبحر الأسود، ويقطعها عن أوروبا في الشمال أنهار الدانوب وسافا وكوبا، بمعنى أنها تبدأ من إسطنبول التركية في الجنوب الشرقي وتنتهي على حدود أوكرانيا ومولدوفا وبولندا في الشمال الغربي والشمال، وكذلك تصطدم بحدود التشيك والنمسا وإيطاليا في الغرب وفي الجنوب، وهي متاخمة للبحر المتوسط. وما بين هذه الحدود التي ذكرناها لك توجد ما يعرف بدول البلقان، وهي حاليا ألبانيا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، الجبل الأسود، مقدونيا، رومانيا، صربيا، سلوفينيا، اليونان، وكوسوفو.
ومساحة هذه الدول مجتمعة تساوي 765,925 كيلومترا مربع، وهذه مساحة تعادل تقريبا مساحة دولة كتركيا. أما عن عدد السكان القاطنين على هذه المساحة فهو ما يقارب 50 مليون نسمة، يتحدثون قرابة 20 لغة معظمها توقفت في زمننا الحالي، وتتقاسمهم 3 طوائف دينية كبرى، هي الإسلام الذي يعتنقه قرابة 20% من أهل البلقان عموما، وتحديدا في ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو، وكذلك تعيش أقليات منهم في مقدونيا وبلغاريا واليونان ورومانيا. ولدينا أيضا المسيحية الأرثوذكسية التي يعتنقها قرابة 70% من سكان البلقان، وهؤلاء هم سكان بلغاريا واليونان وصربيا ورومانيا ومقدونيا وسلوفينيا. وهنالك أيضا المسيحية الكاثوليكية التي تعتبر أكبر الأقليات في المنطقة بعد الأرثوذكسية والإسلام، وغالبيتهم في كرواتيا والبوسنة والهرسك. كما لا تخلو منطقة البلقان من أقليات صغيرة كاليهودية والبروتستانتية. أما عن الأعراق في المنطقة فالعرقية السلافية هي المهيمنة على منطقة البلقان، وهي ذاتها العرقية التي تنتمي لها روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا في شمال أوروبا، والذين يسمون بالسلاف الشرقيين، في حين يسمى سلاف بولندا وصربيا بالغربيين. أما سلاف معظم البلقان فيسمون بالسلاف الجنوبيين، وحتى المسلمون الذين يعيشون في البلقان يعتبرون من العرقية السلافية، وكانوا قد دخلوا الإسلام مع قدوم العثمانيين للمنطقة. وهنا سنغلق صفحة الجغرافيا والديموغرافيا، ونعود لفتح صفحات التاريخ الذي اتفقنا على أن تكون بدايته من 29 من أيار مايو عام 1453، وهو اليوم الذي اقتحم فيه العثمانيون مدينة القسطنطينية التي تعتبر بوابة البلقان وأوروبا والعالم الغربي عموما. وقبل هذا اليوم لم يكن أحد يسمي البلقان بالبلقان، فهذه الكلمة تركية وجاءت مع الأتراك، وأطلقوها على تلك المنطقة نظرا لصعوبة اجتياح أراضيها، فهي تعني بالتركية سلسلة المنحدرات أو الجبال المنحدرة المغطاة بالغابات. ومن الأتراك انتقلت التسمية لكل العالم وباتت معتمدة حتى اليوم. وفي أعقاب الفتح العثماني تباعا بدأت مناطق واسعة من البلقان تسقط في أيدي الجيش التركي، لتصبح الحدود العثمانية تتاخم حدود أوروبا الغربية أو دول أوروبا الغربية، والتي تبدأ من النمسا الحالية. وقد خاض العثمانيون عديد الحروب بعد معركة القسطنطينية، أشهرها حرب كوسوفو وحملات فتح فيينا عاصمة النمساويين، وغيرها من الحروب الكثيرة، ليستقر الحكم العثماني في البلقان أواخر القرن السابع عشر، ولتدوم سنوات العز أقل من قرن، قبل أن تبدأ شعوب المنطقة بالثورات المتتالية على العثمانيين مدعومين من قوى خارجية، لتأتي سنوات الضعف على الدولة العثمانية، ويأتي عصر جديد سيغير خارطة ليس البلقان وحده ولا أوروبا وحدها، بل العالم أجمع. من العثمانية إلى أوروبا. وأنت تستطلع تاريخ البلقان ستجد كثيرا من المتغيرات، وحقيقة واحدة ثابتة، وهي أن البلقان لا يحب الاستقرار، أو أن الاستقرار لا يحبه. فما إن استقرت خارطته الأخيرة على حكم العثمانيين له، حتى بدأ يتململ سكانه من هذا الحكم، خاصة مع نمو إمبراطورية قوية إلى جانبه الغربي كانت تعرف بإمبراطورية النمسا، وهي في الحقيقة إمبراطورية توسعية دعمتها أوروبا كي تحمي جبهتها الشرقية من هجمات الأتراك. وفعلا نمت هذه الإمبراطورية لتكون قوية، ولأن في غربها كانت فرنسا وألمانيا، فلم تكن النمسا قادرة على التوسع باتجاه الغرب،
فصبت جام تركيزها على الشرق حيث تقع أرض العثمانيين الجديدة في البلقان، إضافة إلى أهل البلقان ذوي الغالبية المسيحية والذين لم يكونوا على وفاق مع حكم المسلمين لهم. هذا من جانب، ومن الشمال كانت إمبراطورية أخرى أشد قوة وضراوة من إمبراطورية النمساويين، حيث روسيا القيصرية التي كانت ترى في البلقان حقا لها لعديد الأسباب، على رأسها أن هذه أراضي الدولة البيزنطية السابقة التي يعتقد الروس أنهم ورثتها بحكم أنهم حارسوا المذهب الأرثوذكسي، كما أن سكان البلقان هم من العرقية السلافية التي ينتمي لها الروس، حيث يعتقدون أيضاً أنهم حماة هذه العرقية والوساط عليها وعلى المنتمين لها. وعن سبب آخر فهو لكون البلقان يتمتع بموقع استراتيجي يطل على المياه الدافئة، وهذا أكثر ما يتوق له الروس قديما والآن وسيظلون كذلك. أما السبب الأخير فقد كان التنافس المحموم بين الروس والأتراك، فقد كانا جارين لدودان لا يحبان بعضهما البعض، وكثيرا ما دارت حروب بينهما. ووفق هذه المعطيات كان البلقان، ولك أن تتخيل حاله وفي شرقه العثمانيون وفي غربه النمساويون وفي شماله يعيش الروس، لا شك أنه سيكون كالبركان، وهذا البركان مهما طال به الزمان لا بد أن يثور. وفعلا ثارت شعوب عديدة تقطن البلقان على حكم العثمانيين، فكانت أولى الثورات المبكرة للمجر العام 1804 ونالوا استقلالهم في ذات العام، ليلتحقوا بعدها بإمبراطورية النمسا التي بات اسمها إمبراطورية النمسا والمجر. ولم تتأخر كثيرا لتتبعهم اليونان التواقة للانفصال عن الأتراك، لتنال ذلك العام 1832، وكذلك صربيا التي حصلت على مبتغاها العام 1867. وعلى عكس المجر التي التحقت بالنمسا، كان الصرب يرون أنهم الوساط على البلقان، وأن لا بد لهم من إنشاء دولة كبرى في هذا الإقليم لا تتبع لأحد، وكذلك اليونان التي أرادت دولة مستقلة عن الجميع. ولم تتوقف فورة أهل البلقان عند هذه الدول، فالحكم العثماني كان بنظر البلقانيين حكما إقطاعيا قاسيا يقوم على جباية الضرائب بالقوة، ما دفع أقاليم أخرى لطلب الانفصال. فاندلعت ثورة جديدة العام 1875 في الهرسك، ثم التحق بهذه الثورة سكان الجبل الأسود وبلغاريا بدعم من صربيا التي أعلنت الحرب في ذات العام على العثمانيين. هنا كان الروس والنمساويون ينتظرون الفرصة للانقضاض على الأتراك، وجرت تفاهمات بين روسيا والنمسا، لكن الروس انقلبوا على الأوروبيين وقرروا الانفراد بدعم ثورات البلقان. فكانت الحرب الروسية على العثمانيين العام 1877، وكان إلى جانب روسيا في هذه الحرب كل من رومانيا وصربيا والجبل الأسود وبلغاريا، بينما كان العثمانيون وحيدين في هذه المعركة، ما أدى لهزيمة ساحقة للجيش التركي. وبدأ الروس بالزحف باتجاه إسطنبول. هنا تنبهت أوروبا للأمر، حيث أدركت أنها لا تريد استبدال الأتراك بعدو آخر وهم الروس، فقرروا الدخول على الخط، وفرضوا على المتصارعين الجلوس لطاولة الحوار، خاصة بعد أن قامت بريطانيا بإرسال دعمها للعثمانيين ليس حبا بالأتراك بقدر ما هو كره للروس. فالإنجليز والروس لم يكونوا يوما على وفاق، حتى وإن جمعت بينهما تحالفات قصيرة الأمد في حرب أو مرحلة معينة. وهنا حين رأت روسيا أن أوروبا لن تقبل بها وبهيمنتها على البلقان، قررت الرضوخ للحوار. وفعلا جرى مؤتمر استضافته برلين العام 1878، رأسه آنذاك مستشار ألمانيا القوي بيسمارك. وفي هذا المؤتمر كانت بريطانيا والنمسا وألمانيا على قلب رجل واحد، وفرضوا شروطهما على روسيا وتركيا، والتي كان مفادها أن توضع البوسنة والهرسك تحت الوصاية النمساوية على أن تبقى تتبع بالاسم للسلطان العثماني، كما نالت بلغاريا استقلالها التام، لكن مع تضييق حدودها التي كانت تطمح لها. أما روسيا فاكتفى المجتمعون بإعطائها مقاطعة بسرابيا، في حين ظلت صربيا على حالها وكذلك رومانيا.
أما بريطانيا فقد وضعت يديها على جزيرة قبرص، وانتهى المؤتمر بما يشبه النصر للإنجليز على حساب الجميع، ما خلف غضباً ليس فقط لدى الدول الكبرى بل حتى لدول البلقان نفسها، حيث رومانيا وصربيا وبلغاريا وجدت أنفسها دولاً صغيرة في حين كانت تطمح للتوسع. كذلك النمسا التي وإن ضمت البوسنة والهرسك إلى أرضها إلا أن هذا الضم كان ناقصاً، كما أن لاعباً كان ينتظر نصيباً لم ينله أي شيء. والحديث هنا عن إيطاليا التي لم يعرها أحد أي انتباه، ليستعد البلقان لحقبة جديدة من الفوران. وما إن أطل القرن الجديد برأسه، حتى بدأت دول عديدة تخطط لحرب جديدة، وكانت تنتظر الشرارة فقط. وهذه الشرارة جاءت العام 1908 حين قررت فيينا ضم البوسنة والهرسك لإمبراطوريتها بشكل كلي وتام، وهذا قرار أثار حفيظة الصرب في المقام الأول، والذين كانوا يرون أنهم أحق بالبوسنة والهرسك، ذلك أن هذه الدولة يعيش فيها مواطنون صرب، كما أن صربيا كانت تطمح لإنشاء دولة كبيرة في البلقان توحد العرقية السلافية الجنوبية. أما عن العثمانيين فقد كانوا في أوج ضعفهم، وكانوا للتو قد خسروا معركة طرابلس أمام الطليان في ليبيا، وكانوا يقاتلون على أكثر من جبهة، هذا بالإضافة للانقلاب الداخلي الذي حصل في بلادهم، وعلى إثره سيطر حزب الاتحاد والترقي القومي المتعصب على مقاليد السلطة، وأبقى السلطان في منصبه شكليا فقط. ولأن كعكة الدولة العثمانية ما زالت كبيرة، تحرك الطامعون القدامى وعلى رأسهم روسيا التي كانت تحلم بأن تضم إسطنبول إلى إمبراطوريتها، ذلك أن إسطنبول هي القسطنطينية القديمة عاصمة الأرثوذكس، وكانت روسيا تخشى توسع النمسا أكثر بعد ضم البوسنة والهرسك، فراحت أي روسيا تحرض الصرب والبلغار على الدخول في حلف عسكري واحد للتصدي لأطماع الأوروبيين الغربيين، كما عقدت بلغاريا معاهدة أخرى مشابهة مع اليونان، وهذه المعاهدة كانت تتعلق بالتصدي للعثمانيين في حال نهضوا من جديد وقرروا العودة للبلقان. وما إن جرت هذه الاتفاقيات حتى وجدت دول البلقان نفسها شبه موحدة وأنها باتت أكثر قوة، فراحت هي الأخرى تقرر عدم الاعتماد على الجميع، واستبعدوا حتى روسيا، وأعلنوا من طرف واحد الحرب على العثمانيين للإجهاز عليهم للأبد. وفعلا في العام 1912 أعلنت كل من صربيا وبلغاريا واليونان والجبل الأسود الحرب على الأتراك، وهزموهم وطردوهم مما تبقى لهم من أراضي داخل تركيا وتحديدا من ألبانيا وساحل البحر الأدرياتيكي. وهنا استنفرت القوى الكبرى من جديد أوروبا وروسيا، وقد خشي الروس أن يتعاظم الاتحاد البلقاني الجديد هنا ويدخل أراضي العثمانيين التقليدية ويضع يديه على إسطنبول، الحلم الروسي الأزلي. كما أن أوروبا ممثلة بالنمسا خشيت أن تتعاظم قوة الصرب المتحدين مع بقية البلقان ويعودوا للمطالبة بالبوسنة والهرسك، وأن يطالبوا بضم أراضي الساحل الأدرياتيكي أي ألبانيا حاليا لهم، وأن يتوسعوا أكثر. فعقد مؤتمر لندن العام 1912، وفيه قررت النمسا إنشاء دولة جديدة تقطع الطريق على أحلام الصرب، وهذه الدولة الجديدة حملت اسم ألبانيا، وهذا أمر أغضب الصرب كثيراً، كما كانت بلغاريا غاضبة من إيقاف الحرب، لأن ملكها كان يحلم بأن يتوج إمبراطوراً من قلب كنيسة آيا صوفيا السابقة في إسطنبول بعد استعادتها. وفعلا لم يصمد مؤتمر لندن طويلا، حيث اندلعت حرب جديدة في البلقان العام 1913، وفي هذه المرة كانت بين دول البلقان نفسها، حيث بعد تأسيس ألبانيا وجدت صربيا نفسها مضطرة لتوسيع حدودها على حساب دولة أخرى، فقررت مهاجمة بلغاريا واحتلت صربيا جزءا من أراضيها، ما فتح شهية اليونان هي الأخرى لتوسيع رقعة أراضيها، فهاجمت بلغاريا من جهة أخرى، ثم دخلت رومانيا على الخط، وقررت هي الأخرى الاستفادة من كعكة بلغاريا فهاجمتها،
فوجدت الدولة العثمانية في بلغاريا فرصة للهجوم واستعادة جزء من كبريائها، فدخلت وهاجمت البلغار واحتلوا جزءا من أراضيها، وانتهت الحرب كما دائما بمؤتمر بوخارست، وخرجت منه بلغاريا وقد خسرت نصف أراضيها، واستقرت خريطة البلقان على صربيا القوية التي في حوزتها مقدونيا وكوسوفو وجزء من ألبانيا، وكانت صربيا هذه مخيفة للنمسا التي كانت ما تزال تحتل البوسنة والهرسك والتي تضم مواطنين صرب. فدعت النمسا إلى مؤتمر جديد في لندن قلم أظافر الصرب وانتزع منهم كامل ألبانيا وكوسوفو، وهذا أمر أغضب الصرب جدا الذين كانوا يتلقون دعما من الروس. وبذات الوقت ظلت النمسا متوجسة منهم وكانت تنتظر الفرصة للانقضاض عليهم كي تضع حدا لطموحاتهم، حيث كان يحلم الصرب بدولة يسمونها يوغوسلافيا، أي جنوب أراضي السلاف. وعلى هذه الأحقاد والضغائن تحول البلقان رسميا إلى بركان من صنع البشر. حين قرر البركان أن ينفجر العام 1914، كان العالم في أوج حقبته الاستعمارية، دول جديدة انطمست ودول جديدة تستعد للظهور، والكل نفسه مفتوحة للحرب، لكن لا أحد يريد أن يبدأها. فالأسلحة شهدت تطورا كبيرا، وباتت القنابل فتاكة وتودي بحياة كثيرين. وعلى هذا كانت الحروب التي تجري دائما يتبعها مؤتمر دولي للتهدئة، ولطالما ظل نطاق الحروب محصورا بين دولتين أو أكثر بقليل، لأن حربا أوسع من ذلك ستكون عواقبها وخيمة على الجميع. وفي بيئة من هذه المعطيات طوت أوروبا حروب البلقان، والذي أي البلقان بات يطلق عليه برميل البارود، الذي ما إن يهدأ حتى سرعان ما ينفجر تماما كالبراكين، والجميع بات ينتظر متى يكون انفجاره القادم ويصلي كي لا يكون انفجاره كبيرا. لكن على ما يبدو لم تقبل هذه الصلوات، وحدث ما يخشاه الجميع. فبعد مؤتمر لندن والشروط التي فرضت على الصرب والتي منعتهم من تحقيق حلمهم بتأسيس دولة توحد البلقان تحت حكمهم، نشطت في أقاليم البلقان جماعات سرية تعمل تحت الأرض، وخاصة في البوسنة والهرسك المحتلة من قبل النمساويين. ومن بين هذه الجماعات كان تنظيم يعرف باسم حركة بوسنة الفتاة، ينتمي لجماعة تسمى اليد السوداء، وهذا التنظيم كانت مهمته التخلص من حكم النمسا على البوسنة والهرسك. فتحرك عدد من أعضائه هم نيدليكو كابرينوفيك وسيفيتكو بوبوفيتش ومحمد باسيك وغافريلو برانسيب وتريفكو غاربيز وفاسو كابريلوفيك في يوم 28 من يونيو تموز من العام 1914. وهؤلاء الشباب البلقانيون من سيغيرون في ذلك اليوم وجه العالم للأبد، حيث في ذلك اليوم كانت زيارة مقررة من قبل ولي عهد النمسا الأرشيدوق فرانس فرديناند وزوجته للعاصمة البوسنية سراييفو، فزرعوا قنبلة من المفترض لها أن تنفجر لحظة مرور موكبه، لكن سيارة الأرشيدوق مرت بسلام مسرعة ولم تتأثر بالانفجار الذي جرح به عدد من حرس الأمير. وهذا الأخير قرر زيارتهم في المستشفى، وفي طريق عودته سلكت سيارته طريقا خاطئا. للصدفة كان يقف فيه أحد أعضاء التنظيم الذين زرعوا القنبلة، وهو غافريلو برانسيب الذي أطلق عددا من الرصاصات التي قتلت وريث عرش النمسا وجرحت زوجته. ومن بعد هذا الموقف ما حصل لاحقا كان وبالا على الجميع، حيث اتهمت النمسا صربيا بالوقوف وراء الحادثة، وفيينا كانت تنتظر فرصة للانقضاض على بلغراد. وما إن مر شهر على الحادثة حتى أعلنت النمسا حربها على صربيا، ولأن لكل دولة في البلقان حلفاء كان لازما هذه المرة أن تتوسع الحرب. فروسيا ما كانت لتسمح للنمسا بالقضاء على حليفتها صربيا، فأعلنت دخول الحرب، وكذلك ألمانيا التي لم تكن لتسمح لأحد بالاقتراب من حليفتها النمسا. فلم تعد المعركة حكرا على البلقان،
وطالت أوروبا شرقا وغربا، وتوسعت لاحقا أكثر لتصبح حربا عالمية كونية. حرب أبدا لن يكون شكل العالم كما كان قبلها، حيث خسر فيها عشرات الملايين أرواحهم، ناهيك عن عدد الجرحى والمشردين. كما كانت وبالا على جميع الأطراف الخاسرة في الحرب، فانهارت الدولة العثمانية كليا، وكذلك روسيا سقط فيها الحكم القيصري وولد الاتحاد السوفيتي، وأيضا ولت إلى غير رجعة الإمبراطورية النمساوية المجرية، وانفرد بحكم العالم الإنجليز والفرنسيون، وقامت ما تعرف بعصبة الأمم التي هيمن البريطانيون والفرنسيون عليها، وقسموا العالم كيفما أرادوا وشاءوا. كل هذا كان نتاجا مباشرا لرصاصة أو رصاصتين أطلقتا على أرض البلقان، لكن الكارثة الحقيقية لم تكن قد حلت بعد، حيث ولأننا سنبقى في البلقان الذي تغيرت خارطته بعد الحرب العالمية الأولى. فبعد هزيمة النمساويين من قبل الحلفاء، استغل الصرب الفرصة وأنشأوا مملكتهم التي حلموا بها طويلا، والتي تضم الأعراق السلافية المتواجدة في المكان. وفعلا قامت مملكة يوغوسلافيا التي ضمت أكبر دول البلقان بدءا من العام 1918، مملكة جمعت خليطا من شعوب وأديان ما كان له أن ينصهر في بلد واحد إلا بالقوة، وهذه القوة قد تخفف حدة البركان، لكنها لن تطفئه. ولأن الحرب العالمية الثانية كانت أحد أهم أسباب اندلاعها الحرب العالمية الأولى، والشروط المذلة التي فرضها الحلفاء على المهزومين وتحديدا ألمانيا والنمسا، بالإمكان اعتبار أن البلقان المتسبب بالحرب الأولى هو ذاته السبب بالحرب الثانية التي كانت وبالا على قرابة نصف سكان الأرض، والتي أدت إلى تغيير جديد في وجه العالم أسفر عن انهيار دول كانت عظمى وولادة دول أخرى. فكانت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قطب، والاتحاد السوفيتي على رأس قطب آخر، وولى عهد هيمنة الأوروبيين الذين انقسموا بين هذا القطب وذاك. وبحكم أن البلقان موضوع حديثنا، فهو توحد بدعم مباشر في جمهورية جديدة قامت على أنقاض مملكة اليوغوسلافي السابقة، وحملت اسم الاتحاد اليوغوسلافي الذي تبنى الشيوعية نهجاً وعقيدة، وقاده جنرال يعلم اسمه كثيرون هو جوزيف بروز تيتو، الرجل الشيوعي القوي الذي تمكن من لجم الصرب طوال سنوات حكمه على الرغم من كونه منهم، وحكم من عاصمتهم بلغراد. لكنه كان يدرك أن يوغوسلافيا دولة متعددة الإثنيات ولن ينجح بحكم أقلية دون سواها، فحكم بقبضة من الحديد والنار حتى وفاته العام 1980، وهو العام الذي سيتصاعد به التيار القومي الصربي ويصل للحكم ويبدأ بالفتك بالأقليات الأخرى، الأمر الذي سيجعل البركان يفور من جديد. فعلى الرغم من التاريخ الطويل للبلقان، إلا أن أحدا لا يتعلم، فهذا الإقليم يبتعد عن الحرب دائما شبرا أو شبرين، فبدأ العالم يحبس أنفاسه من جديد. يمكنك دوس الأزهار، لكنك لن تؤخر الربيع. أواخر ثمانينيات القرن العشرين، العالم يصوب أنظاره نحو المعسكر الشرقي، فقطب العالم الثاني المسمى بالاتحاد السوفيتي لتوه خارج من حرب خسرها معنويا قبل كل شيء على أيدي مقاتلين من أفغانستان، وعواصم المعسكر بأكمله تستعد للتحرر من قبضة الشيوعيين المهزومين. وكان البلقان معقل عديد هذه الدول الشيوعية، وقد كانت برزت به دولتان رئيسيتان هما يوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا، بالإضافة لبلغاريا وألبانيا اللتين تعتبران من دول البلقان ذات الطابع الشيوعي. فكانت البداية من معقل الحلف في وارسو عاصمة بولندا، لتتبعها بعد ذلك المجر ثم ألمانيا الشرقية ثم تصل إلى البلقان.
فبدأت في بلغاريا ثم تشيكوسلوفاكيا ثم رومانيا فيما عرف بثورات العام 1989، والتي انتهت إلى أفول نجم الشيوعية والانفتاح على عصر ديمقراطي في هذه الدول التي حلمت بالانعتاق من الحكم الدكتاتوري حتى قبل ذلك بكثير، فيما أطلق عليه ربيع براغ العام 1968 حين وصل للحكم الرجل الإصلاحي ألكسندر دوبتشيك، والذي قرر نقل بلاده تشيكوسلوفاكيا نحو عصر جديد. لكن لم يكن لموسكو أن تسمح بذلك، حيث تدخلت عسكريا في ذات العام أي 1968 واقتلعته من الحكم. حينها قال مقولته الشهيرة التي سيكرهها الشيوعيون للأبد: يمكنك دوس الأزهار لكنك لن تمنع الربيع من القدوم. وفعلا كان الربيع قد عاد العام 1989، وبدأ المعسكر الشرقي بالتصدع. لكن ما كان ربيعا في دول أوروبا الشرقية تحول إلى خريف أعقبه شتاء قاس في البلقان، في الإقليم الذي لا يعرف التغيير بسلمية، حيث كانت بلغراد تقاوم الربيع، فحولت يوغوسلافيا إلى شتاء بحمم من لهب. ومجددا نجح البلقان بجذب أنظار العالم. ولأننا نتحدث عن كل تفاصيل ما جرى بالإقليم، سنروي لكم القصة كاملة. في الثمانينات وعقب موت الجنرال تيتو، ذكرنا أن اليمين الصربي استولى على الحكم في بلغراد، وهذا أمر كان يخالف نظرة تيتو الذي كان يرى أن صربا أقوياء يعني يوغوسلافيا ضعيفة، ويوغوسلافيا قوية تعني صربا ضعفاء. وهذه قاعدة أثبتت أنها صحيحة، حيث بعد تعاظم قوة الصرب في مؤسسات الدولة والجيش، بدأت الأقليات الأخرى تبحث عن الانعتاق من قبضة الهيمنة الصربية. لكن الصرب كانوا مستبدين، ونجحوا بإيصال شاب منهم للسلطة يدعى سلوبودان ميلوشوفيتش، وذلك العام 1989. وقد كان هذا الشاب يتبنى شعارا يمينيا متعصبا هو توحيد الصرب، وهذا شعار قديم ينادي كما ذكرنا سابقا بأن يكون البلقان كله موحدا تحت قبضة الصرب ودون إعطاء أي أقلية حقها. حيث حتى ما قبل وصول ميلوشوفيتش كانت يوغوسلافيا عبارة عن أقاليم تتمتع بها كل مقاطعة بما يشبه الحكم الذاتي، وذلك بفضل إصلاحات تيتو سابقا. لكن الحكم الجديد أراد إعادة فرض الهيمنة على هذه الأقاليم والمقاطعات، وتحديدا سلوفينيا وكرواتيا والبوسنة، كبرى المقاطعات اليوغوسلافية التي انتهزت الفرصة مع وصول ميلوشوفيتش. وفي أول مؤتمر للحزب الشيوعي العام 1990، قررت الانسحاب وأجرت انتخابات داخل كل بلد أسفرت عن وصول جيل جديد يؤمن بالاستقلال عن يوغوسلافيا الواقعة تحت حكم صربيا. فأعلنت سلوفينيا بداية رغبتها بالانفصال، ثم كرواتيا، ثم مقدونيا. لكن لم تكن بلغراد لتوافق على الأمر بهذه السهولة، فكانت الحرب. فاندلعت أولى الحروب بين الصرب والسلوفيين العام 1991، وفي ذات العام جرت حرب بين الصرب والكروات، ثم تبعتهم حرب الصرب والبوسنة والهرسك. لكن ما جرى هو أن سلوفينيا نجحت بالانفصال في ذات العام بعد وساطة أوروبية، ثم تبعتها كرواتيا التي اعترف العالم باستقلالها العام 1992، لكنها ظلت تحارب حتى العام 1995، حيث تمكنت من القضاء على آخر الجيوب الصربية. أما مقدونيا فاستقلت بشكل شبه سلمي العام 1993، في حين دخل الجبل الأسود في اتحاد مع صربيا، ظل قائما حتى العام 2006 حين انفصل عنها سلميا بعد استفتاء شعبي. أما من ظل عالقا هي جمهورية البوسنة والهرسك، التي دخلت حربا ضروسا هي الأعنف في حروب تفكك يوغوسلافيا، ودفعوا فاتورة هي الأقصى، حيث كانت البوسنة إحدى جمهوريات يوغوسلافيا ذات الغالبية المسلمة، وهذا جعل وقع الحرب أكبر عليهم،
حيث الصرب المتعصبون والذين دخلوا حربا منذ العام 1992 حتى العام 1995 شهد خلالها العالم أفظع مجازر الإبادة في العصر الحديث. وكان المسلمون الفئة التي دفعت الفاتورة الأكبر من هذه المجازر التي ارتكبت بحقهم من قبل القوات الصربية والتي لم تتوقف حتى تدخل الأمريكيين الذين دكت طائراتهم العاصمة الصربية بلغراد وأجبرتهم على التراجع. كما فرضت داخل البوسنة والهرسك قيام اتحاد ثلاثي من المكونات الكبرى التي تتكون منها الدولة، وهم المسلمون البوشناق والكروات الكاثوليك والصرب الأرثوذكس. وعلى هذا صارت البوسنة والهرسك منذ منتصف التسعينيات على حذر، وهي تحمل ذاكرة مليئة بالدماء والأشلاء التي لطالما ميزت دول البلقان. ولأن السلام لن يبقى أن يحل بهذه السهولة على هذه البقعة من الأرض، ولأن الصرب كانوا ما يزالون يتعطشون للدماء أكثر، جرت حرب أخرى بعد هذه الحرب بين صربيا وإقليم كوسوفو ذي الغالبية المسلمة العام 1998، والذي تحمس هو الآخر للاستقلال. فجرت مجازر جديدة بحق أهل الإقليم لم تتوقف إلا بعد عام من الحرب، أي العام 1999، وبعد تدخل الأمريكيين أيضا. وظل هذا الإقليم لاحقا يتمتع بحكم ذاتي حتى أعلن استقلاله عن صربيا بشكل كامل العام 2008، لكن من دون اعتراف كافة الدول باستقلاله. وهو الآخر كجارته البوسنة والهرسك يضم أقلية صربية ليصبح بذلك جزءا من تركيبة البركان. وعن بقية أجزاء البركان أو البلقان التي لم تكن جزءا من يوغوسلافيا، فألبانيا انتقلت هي الأخرى من الحقبة الشيوعية إلى الحياة الديمقراطية، ومعها رومانيا، وفقط وحدها صربيا من ظلت تتمسك ببقايا الاتحاد السوفيتي، والمقصود روسيا التي ورثت هذا الاتحاد، وظل الصرب على حلفهم مع الروس، في حين أبحرت بقية دول البلقان صوب السواحل الأمريكية والغرب، ودخلها الناتو لأول مرة. وأصبحت دول عدة أعضاء فيه وأخرى تبحث عن هذه العضوية، وما كان مراع سابقا للعثمانيين ثم تحول إلى مراع أوروبية قبل أن يصبح مراع للروس، أصبح الآن له راع ومالكا جديدا هم الأمريكيون. لكن هل تتوقعون أن يهنأ أحد بامتلاك الإقليم؟ الإجابة لدى من قرأ التاريخ محسومة وبسيطة، فمن يعتقد أن البلقان سيعرف يوما ما الاستقرار؟ يا إلهي، لقد عدنا مجددا إلى نفس النقطة. بات الجميع يعلم الآن كيف كانت بداية إقليم البلقان، إثنية وشعوبا تعيش في مكان واحد. قبيل قدوم العثمانيين إليها في القرن الخامس والسادس عشر، كانت أعين عدة مصوبة عليها، العثمانيون المسلمون من ناحية، والأوروبيون ممثلون بالنمسا من ناحية أخرى، ومن الشمال الدب الروسي الذي لا يوقف النظر والتطلع للقبض على البلقان. تخيلوا أن هذه الصورة وهذا المشهد دار الزمان ليعود إلى ذات الوضعية. وتعالوا نرسم لكم خارطة البلقان الآن، ثم نفصل ونشرح لكم ما يجري. عقب انشطار الاتحاد اليوغوسلافي واستقرار البلقان على خارطته الحالية بدوله من اليونان جنوبا مرورا ببلغاريا وصربيا ومقدونيا والجبل الأسود وألبانيا وكوسوفو وكرواتيا والبوسنة والهرسك وسلوفينيا حتى رومانيا شمالا، ظلت الخلافات والصراعات بين هذه الدول قائمة. وما حصل فقط هو دخول لاعب جديد فرض التهدئة على الجميع، والحديث هنا عن أمريكا وذراعها العسكرية المسمى الناتو. فأصبحت عدد من دول البلقان أعضاء رسميين في الناتو، وهم رومانيا وسلوفينيا وكرواتيا والجبل الأسود وبلغاريا واليونان ومقدونيا وألبانيا. وبمعنى آخر، جميع دول البلقان ما عدا صربيا والبوسنة والهرسك وبالتأكيد كوسوفو. لكن هذا لم يساهم أبدا بأن يهدأ الإقليم،
حيث ظلت الخلافات قائمة، فمثلا اليونان ومقدونيا تصارعتا طويلا على اسم مقدونيا التي تقول اليونان انه يتبع لمنطقة فيها، ما اجبر مقدونيا على اطلاق اسم مقدونيا الشمالية على نفسها، ولكن ذلك لم يرضي اليونان. اما الخلاف الاخر فهو ذاته الخلاف الذي لا يموت بين صربيا وكوسوفو، علما بانه جرى توقيع اتفاقين سابقين لتطبيع العلاقات، الاول العام 2013 والثاني عام 2020، لكن ذلك لم يمنع الاحتقان وعدم اعتراف صربيا باستقلال كوسوفو. يضاف على هذه الخلافات داخل البوسنة والهرسك بين الاقليات الثلاث على رأسها صرب البوسنة الذين يملكون اقليما داخل البوسنة والهرسك يدعى سربسكا، طبعا مع الأغلبية الأخرى من البوشناق المسلمين والكروات الكاثوليك. وهذا الوضع تماما يتشابه مع ما كان قبل ستة قرون، حيث كانت شعوب البلقان متناحرة، ما جعلها مطمعا للدولة العثمانية وروسيا القيصرية وإمبراطورية النمسا، وجميعنا بات يعلم كيف انتهى الحال بالبلقان. والآن مارس الزمان هوايته المفضلة وقرر الدوران من جديد، فعاد ذات المكان إلى ذات الوضعية مع تغير بعض الأسماء، حيث عديد الدول تصوب أنظارها نحو البلقان في انتظار اللحظة الحاسمة للانقضاض عليه ربما أو وضع اليد. وعلى رأس هذه الدول أمريكا التي تمتلك قواعد عسكرية وجيوشا مدججة فيه تحت اسم الناتو، وثاني هذه الدول هي روسيا الباكية على فقدان هذا المكان الذي استقرت فيه لعقود زمن الاتحاد السوفيتي. أما اللاعب الثالث فهما الأتراك، أصحاب الحق كما يرون بالهيمنة على هذا الإقليم الذي ظل تحت حكمهم لقرون. هي ذات الدول التي كانت تتصارع على الإقليم منذ الأزل، لكن يضاف إليها لاعبون جدد، وهؤلاء الجدد الساعون لموطئ قدم هم إسرائيل وإيران. والآن سنحكي لك قصة صراع الجميع، وسنبدأ من أمريكا التي وجدت شرعية في القدوم إلى البلقان بعد الحروب الدامية التي افتعلها الصرب حين تفككت يوغوسلافيا مطلع تسعينيات القرن العشرين، وحين افتعلت مجازر تراها البشرية وصمة عار في جبينها وكانت جلها بحق المسلمين، والتي لم تتوقف أي هذه الحروب والمجازر إلا بقوة آلة الناتو العسكرية، والذي أي الناتو فرض اتفاق تهدئة عرف اسمه باتفاق دايتون العام 1995، ودايتون هذا جنرال أمريكي. وكان من بين هذه الاتفاقات ما يبقي الناتو في البلقان، ولكنها أي هذه الاتفاقات أفرزت وضعا دقيقا للغاية، أي زلة عنه ستؤدي إلى حرب، حيث شكل لحكم البوسنة والهرسك مجلس اتحادي يضم ثلاثة ممثلين عن أقليات البلاد الثلاث، وهي البوشناق المسلمون والكروات الكاثوليك والصرب الأرثوذكس. وهؤلاء لو اختصم طرف منهم مع الآخر فهذا يعني الحرب لا محالة، حيث صرب البوسنة أو صربسكا هؤلاء يمتلكون تحالفات خارجية ودولا جاهزة للتدخل لأجلهم. والحديث هنا عن صربيا بلدهم الأم كما يدعون، والأخطر هي روسيا التي تقول إنها راعية الصرب الأرثوذكس في العالم والحامية للشعوب السلافية أينما حلت وارتحلت. وهذا يقودنا للحديث عن الدور الروسي بعد الأمريكي، ولكن لنختم الحديث عن دور واشنطن بأنها رسخت أقدامها كلاعب رئيس في البلقان عبر تجنيد معظم دوله في حلفها الناتو. أما روسيا فهي إبان حروب البلقان في التسعينيات لم تكن تمتلك رفاهية التدخل وحماية من كانوا حلفائها. والحديث عن الصرب، ففي تلك الفترة كانت موسكو تعاين أضرار سقوط الاتحاد السوفيتي، كما كانت تخوض حربا في إقليم القوقاز حيث الشيشان الراغبة بالانفصال، ما دفع الأمريكيين للعب الدور الأبرز هناك. لكن ما إن طوت موسكو ملفاتها الداخلية بعد وصول الرجل القوي بوتين للحكم حتى عادت تلتفت لمراعيها القديمة في البلقان، فأعادت فرض وجودها وذلك عبر عدة طرق، على رأسها النفط والغاز الذي قدمته بمثابة الأعطية لصربيا، ما جعل بلاد الصرب توالي الروس من جديد. وأيضا وثقت موسكو علاقاتها مع الأقليات الصربية وتحديدا في البوسنة والهرسك وكوسوفو،
وأكثر من ذلك دخلت على خط الصراع بين مقدونيا واليونان، وبدأت تتلاعب بهما بتأجيج نار الفرقة تارة والتهدئة تارة أخرى، ليصبح الحضور القوي لكل من روسيا والأمريكيين. لكن دخل على الخط لاعب قديم جديد هم الأتراك، وخاصة بعد أن اشتد عودهم اقتصادياً، حيث عادوا للدول ومن بوابة الإرث العثماني، حيث وجود المسلمين هناك والذين تركتهم تركيا على مدار قرن ونصف عرضة لهجوم الأكثرية المحيطة بهم والذين تم الفتك بهم على مدار هذه العقود، وجدتهم بانتظار عودة الأتراك إليهم علها تتمكن من حمايتهم إذا ما تجدد الصراع. فنشطت عديد الجماعات الإسلامية بين الأقليات المسلمة وفي الدول المسلمة بالغالب هناك، وتحديدا في ألبانيا، كذلك بين المسلمين في البوسنة والهرسك وكوسوفو وفي الجبل الأسود. وبما أن تركيا عضو في الناتو، استفادت من ذلك وحققت حضورا وعلاقات طيبة مع عديد إن لم يكن غالبية دول البلقان، باستثناء بلد واحد يبدو أن صراعه مع تركيا أزلي، والحديث هنا عن اليونان التي تلقت دعما من روسيا لتعزيز تصديها للأتراك. وصحيح أن أنقرة وموسكو يبدوان حليفان الآن، إلا أنهما متنافسان في عديد الأماكن، ومن هذه الأماكن البلقان. وعن بقية اللاعبين، فمثلا إيران الساعية إلى الصعود لمقاعد الكبار، كانت سنوات التسعينات وفي أوج الحرب الطاحنة على المسلمين وخاصة في البوسنة، قد قدمت دعما عسكريا للمسلمين، وعززت حضورها بفعل تقديم السلاح والتدريب وغير ذلك، ما جعل لها علاقات طيبة مع سراييفو عاصمة البوسنة بعد الاستقلال، وهي علاقات سعت طهران للاستفادة منها قدر الإمكان. فافتتحت مراكز إسلامية شيعية وسعت لاستقطاب المسلمين الذين جلهم إن لم يكن كلهم يتبعون المذهب السني. ورغم ذلك لم تستسلم طهران أبدا وظلت تسعى لإيجاد موطئ قدم. كل ذلك قبل أن يأتي لاعب جديد للبلقان، هي إسرائيل التي ترى في البلقان مناطق نفوذ جديدة لها وتسعى لاستمالته. وهذا فعلا ما تمكنت من تحقيق نجاح فيه، حيث طوال سنوات الحرب الباردة وحين كانت دول البلقان تدين بالاشتراكية والشيوعية، كانت علاقتها مع العرب قوية وخاصة مع الفلسطينيين، بحكم أن الشيوعية ضد الاستعمار والهيمنة الغربية والإمبريالية، ولم تكن دول البلقان طوال 50 عاما على وفاق مع إسرائيل. وما إن انهار الحكم الشيوعي حتى تحركت تل أبيب لكسب ود هذه الدول ومنعها من الاعتراف بفلسطين، وهي معركة تخوضها إسرائيل في عديد مناطق العالم، لكنها تركز فيها على البلقان حيث التنافس يحتدم بين عدة أطراف، وهي بذلك أيضا ستضمن من خلال موطئ القدم لها هناك اللعب على أوتار التنافس الأمريكي الروسي لكسب الطرفين، كذلك هي في منافسة مع تركيا وإيران هناك. وقبل أن نقفل الحديث عن المتصارعين، يتبقى ذكر الصين التي هي الأخرى لم تتجاهل الصراع في البلقان، ودخلت على الخط بأموالها واستثماراتها الضخمة، ومولت فقط طريقا واحدا داخل الجبل الأسود بقيمة 1 مليار يورو، وهذا الطريق كان من المقرر أن يلتحق بمشروع الحزام والطريق الصيني الجديد الذي تنوي بكين من خلاله السيطرة على أجزاء من العالم، ما جعل البلقان أرض صراع للجميع. والجميع هنا تعني الجميع الذي يريد بسط يديه على هذا الجزء من العالم. ولأجل هذا الهدف تحول هذا المكان إلى ما يشبه البركان الذي قد يأتي يوما ما ويثور ليحرق الجميع، كما حصل عام 1914 حين اندلعت حرب عالمية كاسحة طالت نارها الجميع وكانت شرارتها من البلقان. في انتظار الفوران. أواخر العام 2022 حبس العالم أنفاسه لعدة أيام، حيث أمرت صربيا قواتها بالزحف نحو الحدود مع إقليم كوسوفو، مهددة باجتياح كبير للإقليم على خلفية اضطرابات
كانت بين الحكومة في كوسوفو والأقلية الصربية التي لا يتجاوز عددها 50,000 في بلد عدد سكانه أكثر من 2,000,000. لكن سريعاً تدخلت أوروبا والغرب لتهدئة الخلاف، وعادت القوات الصربية إلى ثكناتها. لكن الرسالة وصلت، فروسيا الغارقة في حرب أوكرانيا ما زالت تملك عديد الأوراق، وما زالت قادرة على إحداث مزيد من الانفجارات بوجه الغرب، وليس من منطقة قابلة للانفجار كما البلقان، حيث بات معلوما لدى الجميع أن الأقلية الصربية تتبع موسكو بشكل مباشر حتى أكثر من تبعيتها لبلغراد عاصمة صربيا، ما يعني عودة القلق للمكان الذي ارتبط بالقلق. وهذا فتيل واحد من بين أكثر من فتيل قابل للاشتعال. فأيضا البوسنة والهرسك مع تنامي أحلام الصرب فيها باتت هي الأخرى على وشك الانفجار، خاصة مع مطالبات من قبل الصرب منذ العام 2020 بالانفصال عن البوسنة والهرسك. وهذا أمر إن حدث فإنه كما قالت سراييفو فهو بمثابة إعلان الحرب. أما الفتيل الثالث فهو بين اليونان وتركيا العضوتين في الناتو، واللتين وقفتا أكثر من مرة على شفير الحرب، وخاصة بفعل أزمة قبرص والطاقة في شرق المتوسط. وإن كانت الحرب بينهما ستبدو بعيدة، إلا أن الفتيل موجود، ما يعني أن البلقان بتركيبته الحالية هو بركان قابل للانفجار في أي لحظة. وربما ما يعجل أو يؤخر انفجاره هذا أوامر قد تأتي من عاصمة عينها على الإقليم، كموسكو مثلا التي تمسك بأوراق النار في البلقان، أو بالأحرى ورقة النار وهم الصرب. فعلى مدار 8 قرون هي عمر تواجد المسلمين في البلقان، لم يتمكن الصرب والمسلمون من أن يحبوا بعضهم البعض أبدا، وظلت الحالة بينهما أشبه بالصراع طوال التاريخ. تارة ينتصر طرف بفعل دعم خارجي، وتارة طرف يصبح من المهزومين بفعل ذات التدخل. فحين كانت الدولة العثمانية قوية كان العز للمسلمين، وحين قويت شوكة دولة الروس أصبح الصرب المسيطرين. وسيظل الوضع على ما هو عليه من المحتمل حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فلا يوجد أمل في أن يقبل أو يرضى طرف بالآخر. فهذا بركان صنعه البشر كي يفجروه كلما أرادوا إحراق العالم، وعلى هذا قام البلقان، وعلى هذا سيبقى، ما سيجعل منه فرصة لكل عاشق للحروب، خاصة الكبرى والعالمية منها. وفي النهاية فقد تخيل أن تندلع حرب داخل البلقان، فهذا يعني دون تفكير أن تتحرك قوات الناتو للدفاع عن قواعدها، وتتحرك أوروبا لتحمي حدودها، وسيتحرك الروس لحماية ما تبقى من مناطق نفوذهم، وستتحرك تركيا لحماية إرثها. وهذه تحركات كل شبر منها سيكون قادرا على إشعال حرب لا تنطفئ، ستحرق من في الداخل كما دائما. فهؤلاء الذين في الداخل فرض عليهم التاريخ وفرضت عليهم الجغرافيا أن يكونوا وقودا داخل هذا البرميل الذي يسمى البلقان.